بهجت ابو ضيف نائب رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع. معانا بهجت؟ طيب لحد ما يبقى معانا بهجت الحقيقه. بهجت مساء الخير. سنور يا استاذه. سنور. اتقبض عليه ازاي بقى المستشار عضو الهيئه القضائيه اللي يعني كان محرص جدا ان هو ما يتقبضش عليه، ده هو اللي بلغ، ازاي قدرت المباحث ومن حي الداخليه جدا على هذا على السرعه والدقه، ازاي قدروا ان هم يقبضوا عليه في السويس؟ والله يا استاذ هو يعني يعتبر المتهم ما كانش واضع سيناريو كامل او حاول يعني يوضع سيناريو. ده الراجل عامل سيناريو فظيع. ده جابها وداها كوافير وجابها من عند الكوافير ونقلها في عربيه تانية، ولما قتلها وخلصها رش ميه النار عشان ملامحها تختفي. تمام. هو اعتقد طبعا ان هو يعني هيتمكن من الهروب من الجريمه بسهوله، وبعد الابلاغ عن الحادث او بعد الابلاغ عن تغيب زوجته المجني عليها يعني سافر طبعا بقى، يعني كان الموضوع انه هيظهر امام اجهزه الامن وامام اسره المجني عليها بشكل طبيعي، وسافر مع زوجته الاولى للساحل الشمالي عشان يقضي اجازه المصيف، وكان بيحاول انه يتصرف بشكل طبيعي جدا. ولكن طبعا يعني اول ما عرف ان رجال المباحث بداوا يشتبهوا فيه يعني حضر شنطه هدومه، وطبعا يعني حطم شريحه الهاتف المحمول الخاصه به، وقطع الاتصال مع كافه افراد اسرته، وبدا يهرب من الساحل الشمالي وتوجه الى منطقه ستانلي في الاسكندريه. طبعا اقام هناك فتره من الوقت. لما عرف ان رجال المباحث بداوا يعني يكتشفوا مكان هروبه بعد تسليم المتهم الثاني اللي هو شريكه لنفسه امام رجال المباحث بوزاره امن الجيزه، يعني طرق الاسكندريه ومنطقه ستانلي وتوجه للاقامه لاحد اصدقائه بمنطقه السويس او محافظه السويس. ولكن طبعا رجال المباحث تمكنوا من اكتشاف امره فور وصوله للاقامه اللي بمنزل احد اصدقائه بمحافظه السويس. ازاي بقى يعني؟ ما هو كده ما فيش موبايل ورمى تليفوناته، ايه بقى جابوه ازاي؟ يعني ازاي قدروا يوصلوا له؟ التقنيات الحديثه طبعا اللي بتستخدمها وزاره الداخليه اللي بتتابع كافه المتهمين او المتعرضين في كافه القضايا، خاصه القضايا الكبيره اللي بتشغل الراي العام زي قضيه مقتل الاعلاميه شيماء جمال، يعني تمكنت من اجهزه الامن تمكنت بمديريه امن الجيزه بالتنسيق مع قطاع مصلحه الامن العام وبالتنسيق مع مديريه امن السويس من تتابع السياره الخاصه بالمتهم. ليه بقى؟ خليني اقول لك بقى ان عليها الملصق الالكتروني. تمام. إن يعني حضرتك وصلوا يعني تتبعوا الملصق الالكتروني. هو ذكي يعني اذكى اخواته كمان، رمى تليفوناته وخد عربيته. هو اعتقد فعلا ان تتبع او اجهزه الامن بتتبع المتهم فقط من خلال الهاتف المحمول الخاص به، او من خلال الاتصالات او تحديد الدائره اللي بيجري فيها الاتصالات التليفونيه الخاصه به. ولكن طبعا ما اعرفش ان التقنيات الحديثه اللي بتلجا اليها وزاره الداخليه وبتستخدمها في تتبع المتهمين الخطرين انها يعني في اكثر من وسيله. طيب. من ضمنها الملصق الالكتروني مع عمل المرور، وطبعا يعني من خلال متابعه السياره من خلال الملصق الالكتروني. طيب. انا بس عايز اقول حاجه للناس، اذا هذا الملصق الالكتروني عرفتوا اهميته اللي احنا كلنا ركبناه في عربياتنا وكلنا وكان في وقت معين اداره المرور قالت يا جماعه اللي مش هيركب الملصق الالكتروني ده هيبقى عليه غرامه او هيتعاقب، مش فاكره هيتسحب رخصته ولا ايه. الملصق الالكتروني ده له جزء له علاقه بالمخالفات وغيره، لكن الجزء الاهم هو جزء أمني. أمني يعني لو حد اختفى، لو حد اتخطف بعربية يعني عربيته اتخطفت، لو كمان زي الوضع ده هذا المستشار ارتكب جريمة وركب عربيته بالملصق الإلكتروني وما كانش متخيل بالملصق الإلكتروني جابوه. فالحقيقة بنشكر الداخلية على التقنيات الحديثة بقت عظيمة جدا في ان احنا نوصل للجناة في بسرعة كبيرة. والحقيقه دي حاجه مهمه جدا. بشكرك يا بهجت ابو ضيف، زميلنا بهجت ابو ضيف نائب رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع. طبعا هو المتهم بقى راح قعد عند حد من اصحابه شركه استيراد وتصدير، واظن ان هو كان قبضوا عليه وهو معاه حقيبه ملابس وسلاح مرخص وتم ترحيله للقاهره. قبضوا عليه يعني جابوه وقبضوا عليه وحبسوه. لا من الاول خالص اترفعت عنه الحصانه ثم تتم التتبع وتفتيش البيوت وجابوه وقبضوا عليه وحبسوه. ايه؟ عضو هيئه قضائيه، عضو هيئه مش قضائيه. القانون يسري على الجميع، سيف القانون يسري على الجميع.
وحماسي للحديث عن قضية يقتل فيها إنسان هو نفس حماسي نيرة شيماء أي واحدة أي واحد. هذا قتل لا مبرر له. بلاش بس الكلام الغريب اللي هو إيه وحماسك، ما انتيش متحمسة نفس الحماس. إيه يا جماعة، خفوا بقى علينا شوية. نخرج فاصل.